اهلا وسهلا بحضراتكم في هذه التغطية العاجلة من تلفزيون اليوم السابع اللي هنعرض فيها على حضراتكم تفاصيل قرار تعديل اسعار البنزين وفقا لما اقرته لجنة التسعير التلقائية للمحروقات. وخليني ابدأ مع حضراتكم بمعلومة انه التعديلات اللي هقولها لحضراتكم الان سيبدأ تطبيقها اليوم الجمعة في تمام الساعة 9 صباحا. طيب وفقا لنص القرار المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس 7 أكتوبر جاءت التعديلات كالتالي: المادة رقم 1 يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 بسعر 7 جنيهات 700 قرش كسعر بيع تسليم للمستهلك. المادة الثانية يحدد سعر بيع اللتر من بنزين 92 ب 8 جنيه وربع كسعر بيع للمستهلك. المادة رقم 3 يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 بسعر 9 جنيه وربع كسعر بيع للمستهلك. هقولهم لحضراتكم تاني: أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95، سعر بيع البنزين 80 7 جنيه للمستهلك وده بيشمل الضريبة على القيمة المضافة. أما سعر بيع بنزين 92 فأصبح 8 جنيه وربع شامل الضريبة على القيمة المضافة. وسعر بيع البنزين 95 للمستهلك سعره 9 جنيه وربع شامل الضريبة على القيمة المضافة. المادة الأخيرة من هذا القرار بأنه ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من الساعة 9 يوم 8 أكتوبر 2021. طيب دي تفاصيل الزيادة اللي أقرت بربع جنيه على البنزين بأنواعه الثلاثة مع تثبيت أسعار السولار ودي معلومة مهمة جدا لازم حضراتكم تكونوا عارفينها. طيب عشان نعرف بشكل واضح كيف يتم تعديل أسعار البنزين بشكل دوري، في لجنة اسمها لجنة التسعير التلقائي للمحروقات أو للمنتجات البترولية. هذه اللجنة بتعقد اجتماع تلقائي كل 3 شهور وبيتم في هذا الاجتماع الاتفاق على تعديلات الأسعار الجديدة، فبيحصل حاجة من 3: إما أنه بيتم تخفيض الأسعار أو بيتم تثبيتها واستمرار العمل بالأسعار السارية أو زيادة أسعار المنتجات البترولية لمدة 3 أشهر جديدة حتى يتم الانعقاد التالي للجنة. لكن في هذه القرارات هذه اللجنة بتعمل وفق ضوابط محددة. خليني أقول لحضراتكم أهم هذه الضوابط. من أهم هذه الضوابط أنه أي تعديل على الأسعار السارية سواء كان بالانخفاض أو الارتفاع هناك شرط ألا يتجاوز ذلك نسبة 10% من الأسعار السارية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه السعر الحالي مثلا لبنزين 95 هيتم تعديله سواء بالارتفاع أو الانخفاض، هذا الارتفاع أو الانخفاض لا يتخطى 10% من قيمة السعر السارية. هذه اللجنة أيضا بتربط السعر المحلي بالأسعار العالمية وبتكلفة الإنتاج وبالعديد من الضوابط اللي على أساسها بيتم تحديد السعر. إذن تعديل أسعار المنتجات البترولية له ضوابط بشرح لحضراتكم إنه بيتم وفقا لاجتماع لجنة التسعير التلقائية للمنتجات البترولية اللي بتعقد اجتماعها كل 3 شهور، وهذا الاجتماع بيتم فيه مناقشة الأسعار، بيتم فيه مناقشة سعر خام البرنت وسعر التكلفة والسعر العالمي. ووفقا لهذه المحددات وأيضا لشرط 10%
انخفاض او ارتفاع، حد انخفاض او حد ارتفاع، بيتم تحديد سعر المنتجات البترولية. لكن برضو من ضمن شروطها انه هذه التعديلات او التغيرات لا تسري على المنتجات اللي بتدخل في انتاج الكهرباء او المخابز. طيب إذن الاسعار الجديدة للمنتجات للبنزين اللي هتم تطبيقها بدءا من اليوم الجمعة الساعة 9 صباحا هي كالتالي: سعر بيع البنزين 80.7 جنيه، سعر بيع بنزين 92.8 جنيه وربع، سعر بيع بنزين 95.9 جنيه وربع، مع تثبيت اسعار السولار. دي الاسعار اللي هيتم العمل بها من اليوم الساعة 9 صباحا وفقا لقرارات لجنة التسعير التلقائي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة، وبعد قليل هنشرح لحضراتكم هو ليه هذا القرار وخلفياته ووضع مصر ايه في خريطة اسعار المنتجات البترولية العالمية، ووضع اسعار البنزين في مصر بالنسبة لتكلفة الانتاج والاسعار العالمية، وايضا الدول الاخرى التي تغير او تعدل في اسعار المواد البترولية والبنزين فيها. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وتابعونا بعد قليل من جديد.